السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية في مادة الأدب والنصوص. موضوع درسنا لهذا اليوم الشاعر ميخائيل نعيمة، والذي قمت بإعداده على شكل هيئة أجوبة وأسئلة وأجوبة نقوم، وذلك لتسهيلها عليكم. السؤال الأول: أين ولد ميخائيل نعيمة؟ وأين درس؟ وإلى أين هاجر؟ ومتى توفي؟ الجواب: ولد في لبنان عام 1889، ودرس في روسيا، وهاجر إلى أمريكا الشمالية، وتوفي عام 1988. السؤال الثاني: ماذا يعد الغربال لميخائيل نعيمة؟ الجواب: عندما درس في المهجر الحقوق والآداب وثقف نفسه بالأدب الغربي، أصبحت لديه ملكة نقدية كانت حصيلة ذلك كله كتاب الغربال. السؤال الثالث: بما اهتم ميخائيل نعيمة بعد عودته إلى لبنان؟ الجواب: اهتم بالأدب والنقد والتأليف. السؤال الرابع: ما اسم ديوانه؟ الجواب: همس الجفون. السؤال الخامس: ما أهم ما نجده من أفكار في قصيدة أوراق الخريف؟ وبما تميز أسلوبها؟ الجواب: نراه يؤمن بخلود الروح بعد تحررها من الجسد، فيها إيمان بعظمة الخالق، أما أسلوبها فيتميز بوضوح الفكرة وعذب الألفاظ، رقيق الموسيقى، تنوع القوافي، الميل إلى الأوزان الراقصة كسقوط ورقة الشجر في الخريف. إليك عزيز الطالب قصيدة الشاعر ميخائيل نعيمة التي يقول فيها في المقطع الأول: تناثري تناثري يا بهجة النظر، يا مرقص الشمس ويا أرجوحة القمر، يا أرغن الليل ويا قيثارة السحر. عزيز الطالب، يا أرغن معناها اللغوي هي آلة موسيقية والتي نستخدمها في العامية وبما تسمى بالأورج. يا رمز فكر حائري ورسم روح ثائري، يا ذكر مجد غابري قد عافك الشجر، تناثري تناثري. أما المقطع الثاني من هذه القصيدة عزيز الطالب يبدأ عندما يقول الشاعر فيها: عودي إلى حضن الثرى وجدد العهود. لاحظ عزيز الطالب، الثرى هنا نعني به التراب. وانسي جمالا قد ذوى ما كان لين يعود، كم أزهرت من قبلك وكم ذوت ورود، فلا تخافي ما جرى ولا تلوم القدر، عودي إلى حضن الثرى. بعد أن قرأت القصيدة عليك عزيز الطالب، إليك شرح المقطع الأول الذي يبدأ في تناثري تناثري يا بهجة النظر، إذ يخاطب الشاعر في قصيدته أوراق الأشجار في الخريف وهي تتناثر بعد أن كانت مجدا غابرا ومرقصا للشمس وأرجوحة للقمر وقيثارة الليل والسحر، فصارت مجرد ذكرى بعد أن عافها الشجر وتجرد منها. أما المقطع الثاني من القصيدة عزيز الطالب والذي يبدأ: عودي إلى حضن الثرى وجدد العهود.
الشاعر هنا يخاطب ورقة الشجر ويدعو إلى قبول ذلك، لأنه مصير الوجود واستجلاء لغز الحياة والموت، إذ إنه ينظر إلى المظاهر والأشياء بحدقة الزمن، أي إنه يبصر نهايتها منذ بدايتها. والآن عزيزي الطالب، إليك بعض الأسئلة التي تخص القصيدة والتي وردت في التعليق النقدي. إلى ما تنتمي قصيدة أوراق الخريف ولما؟ الجواب: تنتمي إلى الشعر الرومانسي بأجوائه الحالمة والذات المتأملة. السؤال عزيزي الطالب: ما المخاطب في القصيدة وإلى ما يدعو؟ المخاطب أوراق الشجر في الخريف، وهي تتساقط وتتناثر بعد إن كانت مجدا غابرا ومرقصا للشمس وأرجوحة للقمر وقيثارة الليل والسحر، فصارت مجرد ذكرى بعد أن عافها الشجر وتجرد منها. ويدعو أوراق الخريف إلى القبول بالواقع، لأنه مصير الوجود واستجلاء لغز الحياة والموت، إذ إنه ينظر إلى المظاهر والأشياء بحدقة الزمن فيبصر نهايتها منذ بدايتها. السؤال الآخر عزيزي الطالب: ما طبيعة التجربة الشعرية عند ميخائيل نعيمة، وما الأسلوب الذي غلب عليها؟ الجواب: طبيعتها تبتعد عن السرد الذي يعنى بذكر الأحداث الفعلية الواقعية، فهو لا يستطرد إلى التفاصيل ولا ينصرف إلى الوصف الخارجي. غلب عليها عزيز الطالب الأسلوب التقريري، حيث تحولت انفعالات الشاعر إلى أفكار متمثلة في إطار الواقع بابتعاده عن الخيال الذي يوحي أكثر مما يفصح. على ما تعتمد طبائع العبارة في أوراق الخريف وعلى ما تنطوي؟ اعتمدت على النداء الذي يدنو من التساؤل وينطوي على معنى اللهفة، مع غلبة الأسلوب التقريري. وإليك عزيزي الطالب سؤال آخر: ما الذي لم يتلمسه الشاعر ميخائيل نعيمة في أوراق الخريف؟ وما الذي استعاره؟ وكيف كانت أبياته؟ الجواب: لم يتلمس الشاعر لانفعالاته صورة مبدعة تحرك الذهن وتذكر بالعلائق الغامضة بين النفس والحس، واستعار مشهدا شائعا وأفاد من دلالاته المباشرة، وكانت أبياته صورا واقعية حسية تقتصر على دلالتها الواقعية بذاتها. سؤال الآخر: قصيدة أوراق الخريف تحمل ظاهرا وتحمل معنى باطنا، وضح ذلك. الجواب عزيزي الطالب: ظاهر الكلام في القصيدة مرتبط بأوراق الشجر، أما باطنه فهو مرتبط بالحياة والموت. السؤال الآخر عزيزي الطالب: في أوراق الخريف تأمل فلسفي، فأين ترى ذلك؟ الجواب عزيزي الطالب:
ميخائيل نعيمة في هذه القصيدة فيلسوف من فلاسفة الجمال، ينظر بعين الفنان إلى مظاهر الوجود، فيرى أن الجمال في كل شيء، حتى في الأشياء الميتة والأوراق المتساقطة. عزيزي الطالب، وبعد أن أنهينا الشاعر ميخائيل نعيمة وهو من شعراء المهجر، ننتقل بك إلى شاعر آخر من شعراء جماعة الديوان، وهو الشاعر عبد الرحمن شكري. عزيزي الطالب، نتناول الآن نبذة عن حياة الشاعر عبد الرحمن شكري، والتي ارتأينا فيها أن تكون على هيئة سؤال وجواب. السؤال الأول عزيزي الطالب، أين ولد عبد الرحمن شكري؟ وما مهنته التي عمل بها؟ الجواب، ولد في بور سعيد، تخرج من مدرسة المعلمين العليا، درس الأدب العربي في بعثة في إنجلترا، عمل مدرسا للغة العربية ثم مفتشا. السؤال الثاني، بما كان الشاعر عبد الرحمن شكري مغرما وبما تثقف؟ الجواب، كان مغرما بدراسة الأدب العربي وحفظ الشعر، وتثقف بدراسة الشعر الأوروبي. السؤال الثالث، ما أسماء دواوين الشاعر عبد الرحمن شكري؟ دواوينه ضوء الفجر، ويعد هذا الديوان الديوان الأول له، ولآلئ الأفكار وأزهار الخريف. سؤال الآخر عزيزي الطالب، ما عنوان قصيدة عبد الرحمن شكري؟ وما الذي تجده في أبياتها؟ الجواب، وضيء القسمات، يطلق فيها مشاعره تعبيرا عن رؤاه الشعرية بلغة عذبة وموسيقى رقيقة. سؤال الآخر عزيزي الطالب، أوجد تعليلا أدبيا للسؤال التالي، يقف عبد الرحمن شكري في مقدمة جماعة الديوان. الجواب، لكونه أسهم في رفع القصيدة إلى التطور بشفافية العبارة ورقة الألفاظ، فكان شعره أقرب إلى الذائقة الأدبية. أنتقل الآن عزيزي الطالب إلى سؤال آخر، عما يكشف عبد الرحمن شكري في هذه القصيدة؟ وما المقومات التي تقوم عليها؟ الجواب، يكشف الشاعر عبد الرحمن شكري عن نزعة رومانسية، أما مقوماتها فهي لغة واضحة، مضمون يعبر عن مكنونات النفس، تبرز عواطف الشاعر بصدق فني واضح، الالتزام بوحدة الموضوع، تنساب بلغتها العذبة وموسيقاها الرقيقة، وصدق الإحساس، بالإضافة إلى ذلك سمو الخيال. ونلاحظ أيضا الاتكاء على وسائل التجسيد المتمثلة بالصورة الحسية والتشبيهات المستمدة من واقع الحياة،
لكونه شاعر وجد ينهل من الذات ومن المعالم الخارجية. السؤال الآخر عزيزي الطالب، كيف تصف عالم الشاعر عبد الرحمن شكري الشعري؟ وماذا صور؟ الجواب، كان عالمه الشعري عالم الواقع المباشر مع محاولة التسامي به من خلال تصوير أحلامه ووصفها بتأمل سكونها وائتلاف تقاسيمها الجمالية التي تشبه ائتلاف النغمات الموسيقية. سؤال آخر عزيزي الطالب، كيف تتمثل الصورة النفسية في قصيدة عبد الرحمن شكري؟ الجواب، تتمثل الصورة النفسية والحسية بأنها استمدت أو أخذت من الواقع والمنبثقة من ذات الشاعر ومن وجدان لم يتخطفه سراب الرؤية. سؤال آخر، على ما بنيت قصيدة عبد الرحمن شكري؟ الجواب، بنيت على الألفاظ العاطفية التي جسدت الأفكار بأسلوب رائع بسلاسته وبعبارته الواضحة، وكذلك أيضا النفس القصير مع جمال الديباجة وسمو المعاني. وإليك الآن عزيزي الطالب قصيدته التي يقول فيها: يا وضيء القسمات وحيي الوجنات، ليت لي منك ائتلافا كائتلاف النغمات. نقف عند هذين البيتين عزيزي الطالب لنوضح المعنى المراد في هذين البيتين. نلاحظ عزيزي الطالب في هذين البيتين أن الشاعر عبد الرحمن شكري يصور أحلامه ووصفها بتأمل سكونها وائتلاف تقاسيمها الجمالية وكذلك التي تشبه ائتلاف النغمات الموسيقية. وقد تسأل عزيزي الطالب ما المعنى اللغوي وحيية، أي بمعنى هنا مأخوذة من الحياء، والحياء هو الخجل. ونلاحظ أيضا أن هذه تعتبر سمة جمالية، عندما يشعر الإنسان بالخجل نلاحظ احمرار وجهه من كثرة الخجل ومما يبعث الجمال في وجه الحبيب الذي قصده الشاعر أو المحبوب. ننتقل الآن إلى تكملة أبيات القصيدة عزيز الطالب، حيث يقول الشاعر: سألوا في أي حال هو أحلى في الصفات. أيضا هنالك سمة جمالية أخرى يستمدها الشاعر من واقع الحياة ومن واقعية حسية، ذاكرا صفات المحبوب وكيف تكون عليه. قلت أحلى ما تراه في حديث اللحظات. نقف الآن عزيزي الطالب على المفردة اللغوية اللحظات، ونقصد بها العيون لأنها تلاحظ الأشياء كما هي أو كما تبدو. ويبقى الشاعر في هذا البيت يرسم الصورة الجمالية من خلال حديث العيون وما فيها من جمال وعذوبة. وننتقل الآن إلى البيت الآخر: فإذا أرخى لحاظا كان أحلى في السبات. يعرج الشاعر عبد الرحمن شكري ويدور في عالم الوجه، أي وجه المحبوب، ويقول: جمال العيون يكون أكثر وقعا في النفس عندما تكون النظرات من الأطراف النعسة. ننتقل الآن إلى البيت الأخير من القصيدة عزيز الطالب: هو أحلى ما تراه رائعا باللفتات. جمال وعذوبة المحبوب تنساب مع انسياب عبارات الشاعر وأبياته، وتعبر هذه العبارات عن مكنونات النفس وعن الصورة الجمالية للفتات والنظرات، وكذلك نظرات التي هي ترجمان النفس
وتترجم ما في النفس ودواخلها، إضافة إلى اللمسة أو الحس الرومانسي في صورة واقعية مستمدة من واقع الحياة. والآن عزيزي الطالب، وبعد أن تناولنا الشاعرين ميخائيل نعيمة وهو من شعراء المهجر، والشاعر عبد الرحمن شكري وهو من شعراء جماعة الديوان، أستودعكم الله في لقاء جديد من في دروس الأدب في مادة الأدب والنصوص لطلبة الصف السادس الإعدادي.